أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم هذا الكلام؟ اليهود والنصارى المقيمون في بلاد الإسلام هم إخواننا في الوطن. لا، ما هم إخوان لنا في الوطن، لكن إذا قال مواطنون يمكن أخف، أما أنهم إخوان لا، ما هم إخوان. إخواننا هم المسلمون، أما هؤلاء ما هم إخواننا لا في الوطن ولا في غيره. نعم، لكن نقول مستأمنون، معاهدون، أو إن تساهلنا قلنا مواطنون، هذه أخف من قولهم أنهم إخواننا. وأن في الإنسانية إخواننا في الوطن، الله فرق بين المسلمين والكفار، وهم الأصل أنهم من آدم وحواء، كلهم بنو آدم، والله فرق بينهم. نعم، فلا أخوة إلا في الإيمان. نعم.